السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ النهاردة حابب ان انا اشارك معاكم موقعين مهمين جدا حضرتك تقدر تستخدمه، سواء كنت باحث او كنت بتعمل graduation project ومحتاج financial statement للشركات. الموقعين دول هو موقع اسمه مباشر وموقع تاني اسمه investing.com. طبعا في مباشر هتبص حضرتك تلاقي ان احنا مش عندنا بس كمان البورصة المصرية اقدر اجيب منها شركات او اقدر الاقي قوائم مالية او معلومات انا بدور عليها، ولكن حقيقة انا اقدر كمان اخش على السعودية، اقدر اخش على دبي، اقدر اخش على البحرين. طبعا احنا هندي المثال ده على الايجيبشن اكستشينج ماركت او البورصة المصرية. طبعا اول ما هخش الموقع زي ما انتم شايفين كده، او لو انا حتى مش عارف اليو ار ال فهقول مباشر، هو حتى على طول مباشر دوت انفو، كويس. فهتخش على طول هنا معلومات مباشر، هيفتح لنا الصفحة اللي احنا كنا موجودين فيها انا وانتو من شوية. طيب هنا طبعا في بالعربي وفي بالانجليزي، لو انت حابب تبص بالانجليش اسهل لك طبعا مفيش مشكلة. هنخش هنا وزي ما قلت هنختار الايجيبشن اكسشينج ماركت. طيب اول حاجة بيديهاني هي الاي جي اكس 30 اندكس، ده مؤشر الاي جي اكس 30 اللي هو في اكتر 30 شركة اكتف في البورصة. كمان من الحاجات الكويسة قوي لو انا بصيت هنا هتلاقي هنا الماركت سيكتور او قطاعات السوق. هنا طبعا هو عامل اندكس لكل مجموعة من الشركات اللي ليها نشاط متشابه، يعني هنا مثلا البنك سيكتور، كويس، البنوك، البيدك ريسورس اندكس، الاندستريال جودز اند سيرفيسز، الاوتوموبيلز سيكتور، فاينانشال سيرفيس، الفود اند بيفرج، الهيلث كير، الريال استيت، الكيميكالز، كل الحاجات اللي انت محتاجها. فانا مثلا هختار والله التليكوميونيكيشن سيكتور لو انا عايز. طبعا اقدر اختار شركه واحده، مش لازم اكون سيكتور ولا حاجه، ولكن يعني عاده لما بنعمل ابحاث او بنعمل جراديويشن بروجكت او كده بيبقى الاحسن ان احنا نختار سيكتور يكون متقارب لبعضه شويه عشان النتائج تطلع ذات معنى يعني. فلو انا بصيت هنا مثلا هلاقي شركه فودافون مصر، هلاقي جلوبال تيليكوم، هلاقي اورنج، هلاقي تيليكوم ايجيبت، هلاقي اوراسكوم انفستمنت هولدنج. طيب تعالوا نخش كده على تيليكوم ايجيبت مثلا. فانا هدخل هنا هلاقي ان هو مديني الكومباني بروفايل، ده طبعا الستوك، واخد بال حضرتك، برايسز، ومديني اهو البار فاليو $10، مديني الماركت كاب، البوك فاليو، وريشيوز ثانيه زي ما انتم شايفين كده، الاي بي اس، البي اي ريشيو، التريدنج كرنسي اند سو اون. وتحت شويه كده هتلاقي حضرتك، لا لو مش تحت ولا حاجه، لو جبنا الكومباني بروفايل هنا كده هنبص نلاقي دي معلومات عن الشركه، البيربز بتاعها، استابليش سنه كام، الفاينانشال ستيتمنت، الاونر شيب بتاعتها ايه، المانجمنت، كويس، السبسيدرز او السبسيدايرز زي ما بعض الناس بتقول، وده الكونتاكت. ولو انا في انفورميشن عندي هنا ميسنج اقدر اخش على الويب سايت بتاع الشركه، لو ضغطت عليه كده هيفتح لي الويب سايت بتاع الشركه. معلش نفتحه تاني اهو، الويب سايت بتاع الشركه، اقدر لو في انفورميشن عندي ميسنج هنا اقدر ان انا اخش، كويس، واجيبها مره ثانيه. طيب ادي فتح لي موقع الشركه، واقدر بقى اخش زي ما انتم شايفين كده في انفستر ريليشن، دي برضو من الحاجات المهمه قوي اللي لازم ابقى انا عارفها. انفستر ريليشن اللي هو الجزء اللي فيه اللي هو بيقولوا عليه علاقات المستثمرين، اللي هو فيه بقى الفاينانشال انفورميشن، فيه الكوربريت نيوز، فيه الشير انفورميشن اند سو اون. طيب انا عشان ما توهكوش معايا كتير انا هخش على طول على، انا عاوز انفورميشن، عاوز فاينانشال ستيتمنت. طيب عندي حل من اثنين، يا اما اخش هنا كده عند مور وهاجي هنا وانقي فاينانشال، لو انا مثلا بدور على فاينانشال ريشيوز ممكن الاقي فاينانشال ريشيوز هنا، لو انا عاوز فاينانشال ستيتمنتس هكليك على فاينانشال ستيتمنتس وهنتظر ثواني كده، هاجي هنا هبص الاقيه مديني البالانس شيت من 14 لغايه 17، وطبعا ده هنا بيتكلم على فيرست كورتر، فطبعا عشان كده في 2018. لو انا عاوز الانيوال فاينانشال ستيتمنت هنا طبعا فيرست سكند ثيرد فورث انيوال بادجت كده، او هو طبعا مش بادجت هي بالانس شيت، ولكن مفيش مشكله هبص الاقي عندي من 13 لغايه 17، يعني سنه 2 3 4 5. ده معناه واخد بال حضرتك ان انت لو محتاج اي انفورميشن تقدر ان انت تلاقيها، كويس، في
الكلام ده زي التوتال اسيت زي التوتال لايبيليتي زي ما انتم شايفين، عندي انكم ستيتمنت، عندي كاش فلو. هنا اقدر من لو انا عندي ريشيو مثلا زي الار او اي او الار او اي او حاجه زي كده، انا عندي النت انكم وعندي مثلا التوتال اسيت، اقدر احسبه لو ار او اي، ار او اي مثلا نت انكم، وعندي ايكويتي. طبعا ايكويتي لو انا حابب اجيبها هي موجوده، ولكن لو مش موجوده سيبريتلي اقدر اجيبها. طبعا عندي الاسيتس واللايبيليتي اقدر اطرحهم من بعض. طيب لو انا عاوز الفاينانشال ستيتمنت، حقيقي لو انا محتاج الفاينانشال ستيتمنت بتاعت الشركه دي لازم، ودي برضو حاجه انا خدت بالي منها، لازم انقل على الفيرجن العربي، لان في الانجليزي ما بيبقاش موجود الجزء الخاص بالفاينانشال ستيتمنت. بس هنضطر نعمل نفس الايه بقى، نفس الكلام مره ثانيه بسرعه كده، هنخش على البورصه المصريه تمام، وهاجي اختار، واخد بال حضرتك، نفس السيكتور مثلا قطاع الاتصالات اللي هو التليكوميونيكيشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وهخش تحت كده واخد الشركات، واخد بال حضرتك احنا خدنا مثلا مصريه للاتصالات، هدوس على مصريه للاتصالات مره ثانيه، وبعدين هنزل تحت. لا قبل ما انزل تحت، احنا اتفقنا عاوزين قوائم ماليه اللي هي الفاينانشال ستيتمنتس، فهندوس هندوس قوائم ماليه او هنكليك قائم ماليه. فايه هيدينا القائم الماليه، وطبعا الربع الاول الثاني، طبعا احنا اتفقنا ميزانيه السنويه. بص بقى شايف الاتاشمنت ده، لو انت عملت كليك كده خلاص هتبص تلاقي ان في ملف بي دي اف اتحمل معاك. لو انا عملت كده داونلود مثلا خلاص، وجيت افتح الفايل ده هلاقي ده الانيوال ريبورت اوف ذا كومباني كويس لسنه 2017 زي ما انتم شايفين، وده 16 وده 15 اند سو اون. تعالوا نفتح كده هنلاقي الشركة المصرية، القائمة المالية عن السنة كذا، والانفورميشن كلها اللي احنا محتاجينها. طيب ده لكل سنة موجود لو حضرتك محتاج، عندي من 13 لغاية 17. طيب تعالوا نروح بسرعة للموقع الثاني اللي هو investing.com. investing.com برضو نفس الكلام بالظبط، هنا هخش على الماركتس، هخش على الستوك كويس، وهبتدي ان انا اشوف ايه هي الماركت اللي انا محتاجه. بس خليني عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده ان انا اعمله في فيديو منفصل، واتمنى يكون العرض دوت يعني نال اعجابكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو تاني قريب.